بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، نبي الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بعذاب القبر لمن كان أهلا له. قال: وسؤال الملكين منكر ونكير، والذي كنا نتكلم عنه أمس. من قبره عن ربه ودينه ونبيه على عن ربه، لا بد أن يجيب جوابا كاملا. ربه الله تعالى ربا كاملا موصوفا بصفات الكمال والجلال، ودينه عن دينه أن يجيب دينه الإسلام، وعن نبيه كما جاء في الحديث: ما تقول ما لا تقوله الرجل وكانه حاضر بين يديك، جاءنا بالهدى واتبعناه والحمد لله على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواترت بذلك الأخبار كما قلنا ماضيا، وعلماء الهداة كفروا من لسؤال الملكين أنكر، وكل مخلوق لهذه يخاف من أقوياء العالمين والدعاء. فلا بد أن يتيقن الإنسان الآن أن هذا السؤال مقرر ومن العقيدة، ومن شك فيه والعياذ بالله تعالى فهو كافر. عن الصحابة رضي الله عنهم، فكل ما جاء من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت يجب الإيمان به، كما قال المقري: كل ما جاء من الأخبار عن أحمد المخصوص بالإكبار، فذاك حق كائن لا يترى فيه، وما كان حديثا يفترى من السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر بعينها لا مثلها إجماعا، والاختلاف بعد ذاك شاع. وعن الصحابة رضوان الله عنهم، كل ما ثبت ضمن الأخبار عن الصحابة بهذه الأحوال هذا حكم الرفع، لأنها لا يدخل، لأنه لا يدخل في الاجتهاد، لا يمكن أن يجتهدوا بها، لأنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، يجب الإيمان بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. فإذا كان الإنسان من أهل السعادة نرجو الله السعادة، ومد له مد بصره، وبعدما يتجاوز هذه العقبة التي هي سؤال الملكين يقال له يعني نم نومة العروس، ويعني يمد له مد البصر، وهناك يعني روضة من رياض الجنة مقابل يتنعم فيها برزخ من الجنة، وإن كان أعوذ بالله عكس ذلك ففيه ما فيه. من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، هذا هو قول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. قبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، لا يقول كأنهم يرون ما يوعدون: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. عندما يدخل الإنسان القبر ما لا يمكنه أن يتذكر لحظة من هذه الدنيا تنعمها مطلقا، ما مر عليه من الساعات ومن الأسفار ومن الفنادق ومن الذبائح ومن الدعوات والندوات، لا يمكنه أن يتذكر من ذلك شيئا مطلقا، أنه إما أعوذ بالله السميع العليم معذب فلن يتذكر، وإما منعم فلن يتذكر هذه القدرات، لن يتذكر هذه القدرات. إما واحد أعوذ بالله السميع العليم اشتغل بما لا عن رأت ولا أذن سمعت من أنواع العذاب والإهانة وهذا لا يتذكر شيء، وإما واحد منعم وتلقاه القبول والترحيم من رب العالمين فلن يتذكر هذه الأوسخ، لن يتذكر. حمد بابا يقول تعبيرا جميلا جدا: حال السعداء يقول أو إما تتلقاه الأبو والأم والجدود والأقارب وهم به أفرح، وهو بهم أفرح من
من أهل بغائبهم، وبروايات كبار التابعين نقل، وبروايات الكبار العالمين نقل ذاك عن كبار التابعين. يعني واحد عندما يتلقى من هذه الداء وكان سعيدا لن يتذكر لحظة مع أهله، حتى ولن يتذكر الأولاد، ولن يتذكر الزوج، ولن يتذكر أي شيء، إنما يتذكر أنه كم. ومثل ذلك فقال: كبدوي فارق الأوطان، بدوي فارق الأوطان وصار في مدينة سلطانة. واحد كان يرعى الغنم على شعب الجبال وفوق القطر، وقيل له أنت الآن يرحب بك في الولايات المتحدة والعياذ بالله، وأنا لا أقول لا أعلم أني لا أحب الولايات المتحدة، أكرهها من صميم قلبي، لا أحبها ولا أحبها الولايات المتحدة. وقيل له أنت الآن ملك في سان فرانسيسكو أو في ولاية كاليفورنيا، هي أغلى ولاية في أمريكا، أنت الآن هو المسؤول الآن وتدار عليك الوزراء هنا، هم يتعقبونك، أنت مخدوم وعليك أن تكون كيف يتذكروا قطعا من الغنم على رأس جبل. كبدوي فارق الأوطان وصار في مدينة السلطة، كيف يتذكر هذا واحد قيل له هذا أبد هذا. أيضا مثال لنا نحن ضعفاء الأمور، أما العارفين بالله تعالى لا يمثل لهم به، لأنهم يعلمون أن موضع صوت واحد في الجنة أغلى من الدنيا كلها، كما جاء في الحديث الصحيح. هم ما يعانون مشاهدة اليقين، ليس علي رضي الله تعالى عنه يقول: لو انكشف الغطاء ما ازددنا يقين، لو قيل لنا هذه الجنة وهي النار لا نحتاج أن يقالنا، لأننا على علم مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الفرق بين اليقين وبين حسن البصري، أعتقد أنه حسن البصري مشوب بالشك، يقين هذا ناس تعلم الخبر بيقين وبعد ذلك تعمل عمل الشاكين. نعلم أن هذا من لدن الحكيم العليم، وأن ما وعد به واقع، وأنها جنة ونار ونعيم وعذاب مؤبد ما في نهاية، ما في نهاية. هذا نحن نعمل عمل الشاكين، هذا عمل شك. لو الله تعالى أخذ لنا عملاتنا حل منافقين، ليس عمل أمامها. فبروضة من رياض الجنة وحبرة من حبر النار. مراد الحاج رحمه الله تعالى يقول: فلا يغرنك طول الحضر فستسافرين كل السفر. وفي رواية: وستسافرين أي سفر، وإن في الموت لداد النواري لعبرة تفوق كل العبر. فكم نرى على ممر العصر صاحبه مغيبا في المدر، وليس للذي أتى بمخبر وهو لكل من. نحن نمر على القبور وكم نعلم ماذا كانوا يتكلمون وما كان يتم أخبار، ولو كلمناهم الآن عندهم من الخبر أكثر وأكثر وأكثر مما لهم في الدنيا، لكن لا يمكن أن يفهم. ما أنتم بأسماع لما أقولون، ولكن لا يفهم. عندهم من الخبر لو قصوا على الأهل زيدنا في الدنيا كلها. هناك في تلك الحفر القبور التي يما فيها عندهم من الخبر مما من الأهوال التي يرونها يوميا لو قصوا علينا لنسينا الحياة الدنيا. وهو لو كل من جمع الخبر عنده الأخبار الكثيرة، خبر شاهد الحقائق. لو كلمنا وقص علينا ما رأى، حتى كما قال الإمام القرطبي في تذكرته: إن شابا كان في النوم فرأى أهوال الدنيا فأصبح شائبا، فقط في اليوم رأى الآخرة وأحوالها فأصبح وما في رأسه شعرة سوداء أبيض الرأس. وهذا كقول الله تعالى: يوم يجعل الولدان شيبا. يوم هذا نوم، هذا ليس الحقيقة، هذا فقط رأى في النوم. هذا القرآن العظيم، لو الله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو كان هذا القرآن جسما ووضع على جبل، أو تلقى الجبل معناه على الحقيقة، لتصدع من خشية الله تعالى. وهذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى مخلوق خلقه الله تعالى، كان إذا نزل عليه الوحي ما يتصفد عرقا، يعني يوم الشاتي يصب عرقا، لأن هذا
قول ثقيل كما قالت الناس نلقي عليك قولا ثقيلا. وما كان يحمله كان البعير الجمل الفحم الفحل عندما ينزع القرار ينبطح على الجدالة ينبطح على الأرض عندما ينزل على الوحد ينزل يبرق مباشرة لأنه لا يتحمل هذا تكاد تتصدع أضاء من هذا. هذه حيوانات تشعر بهذا إلا ناقة واحدة يا الله وكان لا يحمله إن نزل عليه وحي غيرها ونقل أن اسمها العظماء فقد ترادفت لها الأسماء وخصوصيا النبي صلى الله عليه وسلم أي فقط ناقة واحدة التي تحمله غير من النوق لا يمكن أن يحمله يا نزل عليه لا بد أن ينطرح على الجدال. هذا القرآن ثقيل جدا ثقيل جدا فيه الخبر اليقين فيه الخبر اليقين. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. يجب الإيمان إخراج الناس من قبورهم ورد إجسامهم وإنكاره من المكفرات والعياذ بالله. من أنكر شيئا من هذه الأمور اليوم التي نحن فيها أو شك فيه فليعلم أنه غير مسلم سواء قال أنه فلان ابن فلان ابن فلان إلى أبي بكر الصديق اتخذ الإسلام دينا من أب وأم إلى أبي بكر الصديق أو لا سيدنا عمر بن الخطاب ولا سيدنا علي ولا راشدين فليعلم أنه ليس مسلم شك عنده شك فيه. بعث واجب الإيمان به أن الإنسان سيرجع على حاله كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وكما قال تعالى قل يحييها الذي قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولو أنتموا تشك في هذا الله تعالى خلقك بغير مثال سابق وكيف لا يعيدك يعني لا طبعا تأكل التراب ما تأكل لكن هذا هناك في علم الله تعالى موجود ويردها على من أشاء هي أمور الغيب هي كما قلت لكم ماضي في أول الكتاب هي مركز العقيدة بدون علم الغيب بدون تدقيق عن علم الغيب في هذه العقيدة لا يثبت قدم الإيمان مطلقا إذا لم تجعل في قلبك هذه المغيبات دائما في ذهنك لا يثبت قلبك على الإيمان ولا تتقرب من الله سبحانه وتعالى مطلقا مطلق لأنك تعمل في محسوسات تشاهد محسوسات أنك تصلي وتصوم وأنك ستدخل الجنة بغير حساب أغيرهم نحن عندنا شروط الإيمان العقيدة لا عقيدة المرء رأس المال فسدت لا ينظر الله في باقي العبادات ووقت تفتيشها ضيق لمغترب مروع القلب على حل العويصات هذا لعارف ذلك العلم يأس فيه فكيف من حظه نقل المقال هذا واحد يعرف العلوم بالدقة كيف واحد منا نحن فقط يسمع وقل نعم هذا يسمع وقل نعم ما فهم. والقبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار يجب الإيمان بذلك إما جنة مقدمة وإما نار تشتعل وإن أردتم الخبر اليقين تذكر في أحوال المتاوم الآخر للإمام القرطبي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت حتى أن في ناس يأتون إلى المقبرة محمول فتتبرأ منهم حتى بعض الصالحين كان يتعبد هناك بجنب المقبرة قال بالأندلس فالقبور فروا إليه قالوا أنقذنا من فلان هذا آتنا لنا أنقذنا منهم نريد فقط أن لا يدخل على هذه المقبرة جاء بأنواع من العجائب فوجد ناس قالوا عندما حفروا كم حفروا من قبل فإذا هي الحيات هنا وحفروا فإذا هي الحيات تنتظرهم وبعد ذلك نحن نبدأ أن ندفنهم سواء على أي حال وناس يجدونهم مسلسلون في الحديد كما قال تعالى مسلسلون بالأغلال بالحديد وناس يجدون الحيات وناس يجدون العقارب ويعني أنواع لأن نحن لا نبحث عن الغيب لا نعمل إلا بالمحسوسات نعتقد أن عندما ندفن الإنسان اللهم ارحمه واغفر له واعفو عنه وعافيه وخلاص الحمد لله فلان ما شاء الله من الخير نرجو الله تعالى أن يكون الخير نرجو
أذكر من الذين أنعم الله عليهم أذكر علينا ما علينا أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن ما يتابعون. لكن لا بد أن نعمل عمل خائف حتى نعلم ما نحن إليه صائرون ما نكون نوافل حتى يأتينا الأجر. اليقين الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أخلص العبادة لرب العالمين اعتقد يا دراس حتى يأتيك اليقين. الموت هي اليقين. الموت هي ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة. نؤمن بالبعث إحياء الناس من قبورهم بفصل الخطاب حشر ونشر وصراط وميزان وأحوال عجيبة جدا وجزاء الأعمال يوم القيامة. نعم بعد البعث إنما يبعث الناس من قبورهم وهي النفخة الأخيرة ونفخ الصور فصاعقة ما في السماوات وما في الأرض إلا إن شاء الله ثم النهاية وما نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يوم فشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل ما سمعت وعلوم ما يفعلون والعرض والحساب هذا فيه شيء. العرض للذين سيخفف عنهم لأنه من نوقش الحساب فقد أذن. واحد تتبع الله تعالى أعماله شطرا شطرا حرفا حرفا فقد أذيبا. لذلك جاء في حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله تعالى هل الحساب؟ قال يا عائشة رضي الله تعالى يا من نوقش الحساب عذب. واحد تتبعت خطاياه واحدة واحدة هذا عذب مسكين. هي عرض الناس السعداء والناس الذين رضي الله تعالى يتابعوا أعمالهم بخفة ويعطونا حسابا بسهولة. والنقاش مع عبد الله المجرمين والكافرين هذا شيء آخر. هذا حساب. الحساب كما تعلمون أنتم أصحاب تجارة وسيأخذ دفتر ويأخذ يتابع ما تترك يعني أوقية وما يترك أي شيء إلا وجد. هل هذا ترك؟ هل هذا فعيل؟ هل هذا نسي عنه؟ هل هذا صحح أو لم يصحح؟ هذه أحوال رسول الله تعالى لا يعاقب على خلقه وقراءة الكتاب. يجب الإيمان بأن الإنسان سيهيئ له كتاب بما عمل من أعماله من يوم بلغ قال بسم الله هذا الكتاب طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ولو أمي ما كان يعلم ألف باءها. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم كفى بنفسك اليوم عليك محاسبة. أنت هو المسؤول الآن. ولذلك يقول الله تعالى ما لي هذا الكتاب حتى الإنسان بنفسه يتعجب ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم أعمال كل من يوم بدأت الأعمال التكليف القرآن قص عليك قص الله تعالى يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. قص علينا ما لنا وما علينا لكن كما قال تعالى هنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. ونؤمن بالبعث والأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. يجب الإيمان بالثواب الأعمال الصالحة يتقبلها الله تعالى فذلك لا يتخيله الإنسان. عن باب حفظ الله تعالى يقول في مباحثه أما الذي يناله العبد على عمله إلا الإله عمله فهو المسمى بالثواب الأخروي ويدهش العقول ما منه فنخلة تغرس إليك أفضل مما كان قارون إليك وكل ما في هذه الحياة يبنى وكل ما في هذه الحياة يعنى من قبة ذرفعتين وكل ما في هذه الحياة أدنى من قبة ذرفعتين تبنى فكن أجيره تهز بخيره إن كان غيرك أجير غيره. إذا أردت الإيجار الذي سيعطى لك وهذا ترجمه من باب الإيجار في الفقه
نعم فكون أجره يا أردت أن تعلم الإجارة سيؤجر سيارة خمس مئة وقية أو ألف وقية أو ألفين على حسب المسألة. كن أنت أجيره كن أجيره أجيره تفوز بخيره إن كان غيرك أجيره. فلو جمعنا ما يرام لذتي للنفس فوق الكرة الأرضية ثم تزدناه بألف ألف ومئتي ألف وضعف ألف وألف ألف لم يبلغ الأقل من أفراح تحصل في الجنة الأرواح. إذا قيل لك أنت سعيد مباشرة لم يبلغ ما مررت عليه من الأفراح والبنات التي تدعوك بها دبي والإمارات والسعودية وأمريكا والصين وأوروبا كلها وفلان العلامة الفلاني الفلاني من بني فلان يستقبل الآن في الإمارات وتتلقى الترحيب. عندما يقال لك سعيد تنسى ذلك. لو جمعنا ما يقال لذتي للنفس بهذه الترحيبات كلها لا تساوي أدنى ترحيب عندما تقبل رب العالمين. واحد فلان مرحبا أي قاع الترحيب. فلو جمعنا ما يرام اللذتي للنفس فوق كرة الأرضية كالشم ذا الروائح الذكية ورؤية المناظر البهية مساحات والبروج والفندق الفلاني خمس نجوم بالله خمس نجوم. أنا أقول لكم إن عالم يقارن في النجم الفلاني من أذن هذا ليس بعالم لا يقبل قوله ولا يمر حاله. وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتنا. بئس العالم الذي يشار إليه مع الوزراء في رؤوس صناديق الفنادق هذا خبير ابن خبير والعياذ بالله. كيف تقول لرب العالمين الناس الضعاف وفقراء المسلمين وطلاب العلم ينتظرونك وأنت على شاهق مع ملوك الدنيا. فلو جمعنا ما يرامي لذتي للنفس فوق الكرة الأرضية كالشم الروائح الذكية يعني الورود. أنتم تعلمون الآن عندما يستقبلوا ما يسمونه علماءكم الآن على العالم الإسلامي يعني ورود وحالات حتى الشوكولات تأتي وحتى كؤوس العصير هذا طفل ليس عالم هذا مشغول بشهوات الباطن كالشم الروائح الذكية ورؤية المناظر البهية وغير دام كل ما تحصل به في الحياة لذة لصاحبه ثم تزدناه بألف ضعف مئتي ألف وألف ألف لم يبلغ من أفراح تحصل في الجنة الأرواح. هذا هو الذي كان يعمل عنه شيخنا المراد الحالي عندما يدعونه يقول لهم إني نذرت للرحمن الصوت لا أريد منكم ولا أريد مجالستكم. أنتم تعلمون أنه ما كان يجالس العلماء في موريتانيا أجاب يرحب بهم ويذبح لهم الذبائح لأنهم يعلم أن الطريقة التي عليها السلف الصالح ليست موجودة ولباس دراعة زينة ومقص زين وسيارة زينة هذه ليست وظيفة العالم. نعم إذا أراد الله به الخير وكان يسد ذرائع ولبس هذا ويريد أن يكون ذرائع وعندما يلقاه المسكين كأنه يلقى ابنه هذا شيء ولكن إذا كان ستلقاه الوفود وشم الروائح ملك من ملوك الدنيا. نعم يجب الإيمان بهذا كله استوى وما هناك أيضا أعوذ بالله السميع العليم إذا انعكس الأمر من العقاب وهي من أنواع عذاب حاوية ما لهيت عنه النفوس اللائية. فكل ما يذكر في الجنة من النعيم وأحوالها يذكر في النار من أعوذ الله بالله. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بقلب بشر. يعني كلا الدارين من الثواب في الجنة والعقاب في النار. ما وسنكمل الدرس هذا إن شاء الله. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم إنا نسألك التمسك بالسنة عند فساد. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا زائغا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا لنا في أصلح من رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين، وصنع القوم الظالمين، وصنع القوم الكافرين، وصنع القوم المجرمين، وصنع القوم الفاسقين. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، على طاعتك. الحمد لله حمدا وافيا عمه وكافيا مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام.